صراحة أنا قاعد أقول لك وايد أحس الناس وايد صاروا أطول بال وأهدى، ويعني حتى مو بديك العصبية والنرفزة بالشوارع، بالرغم إن شوارعنا يعني صراحة متعبة أمانة، ويعني التعب النفسية والزحمة والتعديلات والأشياء هذه كلها، بس تحس إن الناس أهدى شوية. شيء أكيد مع البرد وعقب الصيف هذا كله الناس شافت والحكرة وعدم السفر، طبيعي الشتوية كان شيء زين على الشعب عامة، يعني خاصة ضغوطات هذه الحصار الحين، فالجو وايد مريح العالم، خاصة بالكافيهات خارجية والأماكن الخارجية وايد غير الناس جدا، نفسيات الناس ما شيء ما ينشرع، شيء تشوفه بوجه الناس، يعني شيء ما ينشرع، تشوف النفسية تعرف إن الناس أصلا مرتاحة خلاص. بس that's it. بالصيف ما أدري شو أقول لك، شايف حرنا أنت يعني حاجة بحر وعفسة والشمس ما ترحم ولا مكيفات تلحق والناس نرفزة وعصابات تلفانة. والله فعلا عاد صدق لما تطلع بالشارع تشوف الناس كلها مستانسة، كلها هادية، عارف مع تغيير الجو الكل منزل جاماته ومستانس. بالصيف عاد الكل مكشر، يمكن يكشر عشان الشمس وما تدري، عرفت؟ انا مع هذا الرأي 100%. التأس هو بيغير نفسية الشخص، اذا التأس بارد بيكون جدا مبسوط، اذا اتخذ تأس مش ويب بيكون ماشي ومش قاشع. الجو حلو تبي تطلع تمشى، حتى لما تشوف الناس اشكالها غير، بالسيارات تضحك مبتسمة، بس مع الحر والأجواء الكئيبة شوية يعني هذا تشوفهم لا، حتى ابتسامة ما تشوف بالسيارة، لا ويطوفك تفضل، يعني حلو، ما النفسية تصير أحسن تحسها بالبرد. وبالصيف بالصيف أعوذ بالله، خلاص كل واحد ما يرحم اللي قدامه صراحة ولا حتى اللي يمه، فلا نقول بالشتاء أحسن من الصيف كنفسيات. شنو لاحظت يعني؟ متعودين واحد إذا يحدك ولا ينام عليك شيء بالصيف خلاص تلعن خيره، ما تهده، بالشتاء تقول رفع يده سلام سلام مشت الأمور طيبة. كلام هذا صحيح، يعني أذكر أيام الحظر إنزين، وعقب ما فتحوا الحظر شوي نسيت الناس شوي كانت تعبانة إنزين، بس عقب ما يعني الأشهر اللي صارت هذه شوي النسيات شوي تغيرت، أنا أشوف بالعكس يبين عليهم. يعني شلون تشوف الناس كلها تضحك تسولف تطلع، الناس كلها طالعة وقاعدة، الكل مستانس.